مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ ورجعنا بحلقة جديدة من برنامج شيفت وهاما مع هوا الشام. اليوم معي طبخة حلوة كتير وضيفة أحلى وأجمل بكتير. شو الطبخة ومين الضيفة؟ تابعوا معي بعد هذا الفاصل. يعني جمال وطلة وأكابرية وعرض أزياء وأسلوب راقي وجميل جدا على السوشيال ميديا، دخلت لقلوب الناس بطريقة مهضومة وخفيفة ونظيفة من خلال لبسها اللي أنا شخصياً معجبة فيه وكلامها أو حتى الريلات المؤثرة. كل هالتفاصيل اجتمعت بضيفتي الأكثر من راقية وجميلة فاطمة عيد. كيفك يا فاطمة؟ الحمد لله. شو أخبارك؟ نورتينا اليوم ببرنامج شيفت وهاما، نورتينا بقناة سما. أهلا وسهلا. عن جد سبحان اللي خلق. أنا شايفتك قبل هالمرة اللي كنا مجتمعين اكيد مع شيفيلان مسمن، وجه له تحيه. وهلا انت كمان ما شاء الله عليكي بتاخذي العقل كثير حلوه. بتحبي نادي لك فاطمه ولا فافا؟ نفس الشيء، فاطمه او فافا. فافا. هلا قبل ما بلش لك، كيف بلشتي السؤال التقليدي؟ فافا، انت عن جد حدا بتشهيني الاكل؟ يعني انا بكون قاعده عم بقلب بالموبايل فما بلاقي غير فافا قاعده بنص المطعم وعم تاكل، يعني ليش انت بتاثري فيني بهالشكل بالمطعم؟ ما بعرف للامانه. انا صراحه ما كنت بعرف انه انا بقدر اثر بقصه الاكل، لانه انا اساسا هواياتي يعني انه فاشن وموضه وكذا، بس عملت يمكن اول مره اعلان فبعدها صاروا الاعلانات يعني كثير 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 اكثر على مجال الفود الأكل. يعني انه اكل عن جد. فكله هلا بس يشوفوني بالطريق ما في حدا غيرك بيتهين الاكل. حدا شو السبب؟ عن جد انا بكون هيك قاعده عم بصمن هيك ما بلاقي غير طلعت لي فافا انه هلا ليه انا جوعانه هلا ليه تقوميني من التخت. حتى انا بعيد الريلز تبعي بطلع هيك بقول يا الله هذا المطعم ارجع روح عليه كذا. بتشتهي يعني؟ بشتهي. انا بقول لهم اياها احيانا بكون عم سوق لاكله مثلا فثاني يوم بنزلها فلما بنزلها ثاني يوم قوم بشتهي. يعني بيقولوا لي العالم شهيتينا. بقول لهم والله انا كمان رجعت اشتهيت. طيب فاطمه بدي اسالك سؤال. كيف بلشت فاطمه على السوشيال ميديا؟ صدفة ولا لا أنا بدي صير بلوجر؟ يعني في فرق؟ صراحة كثير صدفة، لأنه أساساً ما كان في يعني صراحة قصة البلوجرز وهيك ما كانت منشورة. يعني هذا الحكي صار له من 2018 أنا فتحت حسابي على الإنستا، صح؟ اختفيت شي 9 شهور قريب السنة، بعدين رجعت 2020 تقريباً وبلشت نزل بوستات عادي، نزل على الفيس يسألوني إنه على حسابك كذا حطيلنا، صرت نزل على الإنستا يقولوا لي إنه من وين لبسك وين رحتي وين أجيتي. فتحت حسابي كان 5K صار 10K فجأة يعني ويكبر والحمد لله. يعني العالم كانت كثير إنه هيك بيحسسوكي بالمحبة. يعني هو دعم العالم. الأمانة أنت هيك كنتي مثل النسمة بقلب البرنامج، يعني بقلب المحتوى تبعك. عن جد يعني أنا مرة وقت عملتي لي فولو قمت رجعت قلت مين هالفافة، فتت فعن جد غصت ببروفايلك. فعلا الشياكة الأناقة منطق الحكي اللبس، يعني نحن عم ندور على حدا عن جد بيشبهنا اليوم. يعني بدنا حدا إذا مثلا ولادنا بالأيام فتحوا بروفايلاتكم عن جد إنه يشوفوا هيك ناس فأنتوا قدوة صرتوا لنا. حبيبتي خليلي ياكي. هلا سؤالنا الأهم جايبينك لهون على البرنامج مشانه، كيفك بالطبخ؟ اما يعني مو بس بتشهينا الاكلات كمان بتعرفي تطبخي، فكتير حافرح فيكي. ما ضل غير تروحوا فاصل وترجعوا لعندي انا وفافا، بس مو من هون، من المطبخ. ورجعنا عن جديد بس هالمره من المطبخ مع فاطمه. كيفك يا فاطمه بالطبخ؟ قلتي لي جد يعني هلا كنت قاعده عم اقول لها شو فاطمه شلونك بالسينامون؟ عم دغري عملت لي هيك فهيك انا بحب اكلات الحلو كلها. عن جد فبتعمليه انت بالبيت؟ السينابون عملتي قبل هالمره؟ السينابون لا اختي اللي بتعمله لسه. انا شغلات ثانيه. طيب نجرب نعمله انا وياكي. طبعا هلا عجنت العجينه، العجينه هون عندي صارت جاهزه، بس حقول على مقاديرها لهي العجينه، نحن عندنا اياها جاهزه صارت. أوكي. العجينه هون عندي، طبعا هلا بدنا نحتاج خيط عشان ما تقولي عشان نقطع. اوكي ايوه. هلا هون هي العجينه عندنا صارت جاهزه ومختمره تمام. حطيت 4 كاسات من الطحين، ليكي عن جد حطي ايدك ليكي ما احلاها صارت. 4 كاسات من الطحين، ظرف من الخميره، حطيت كوب من حليب هوا الشام، وحطيت زبده تقريبا 125 جرام، رشه ملح، رشه سكر. هي هي عجينه السينامون. يا سلام. هلا رح نبلش الرق انا وياكي. هلا حنقيمها تمام ونحط بعد اذنك بالمشلة. بدنا نعذبك اليوم عادي. او هي بعد اذنك كمان. شكرا جزيلا. هلا حنبلش نبعد هدول الغراض وانت ترقي وانا بلش اسالك. أوكي. بما انه فايته كثير على المطبخ، شو خبصاتك بالمطبخ؟ خليني اعرف لك اياها شوي. أوكي. شو خبصاتك بالمطبخ؟
خبصات ايه شي مره هيك عملتي شغله وهلا بتضحكي عليها. ايه وقت اترك المعكرونه ايه بالمي كثير ايه شو صار؟ بتصير هيك يعني عجينه عجينه كلها صارت. هي اساسا بالطحين كانت. انا المعكرونه كثير بحبها اوكي ايه؟ بحب كل شيء يعني انه ممكن طعمات ممكن تعمليها للباستا انا بحبها. اه فكثير بحب اتفنن فيها. فمره تركتها وصارت هيك شقفه واحده يعني طلعتها من الطنجره هيك. هلا يمكن هو ما نحتاج كثير نفرد لها طحين لانه هي بقلبها زبده. هلا اذا ايه لا بدها زبده بس حنقيم ونرش. هلا ممكن نرش رشه خفيفه بس هي ليكي شايفه يعني ما بتلزق هذا البورد ما بيلزق. هلا رح اقيم وحط رشه وتبلشي لنا انت ترقي بكون انا بلشت اعمل لك الخلطه. شو رايك؟ ورجينا ورجينا حالك بالرقاهات هات ورجينا يلا لنشوف. هلا رح اقيم ونحط. طب شو اطيب اكله بتعمليها فاطمه؟ اطيب اكله قلت لك اكلات المعكرونه كثير اذا حلو يعني اكله بتطلع معك غير شكل. اكله اكله حبيبتي المعكرونه. انا هلا اذا بجيب بنتي عمرها 5 سنين والثانيه 8 سنين بقول لهم فوتوا اعملوا معكرونه بس وضع المعكرونات اللي انا بعملهم غير شكل. هلا طبخه طبخه هيك ابوات سجقات لا ما لي فيهم اساسا ابوات بحبون. ايه يعني طلعت اخر شيء فاطمه بعد ما طلعت شاطره كثير طلعت تعمل كون مقبله يعني باستا. اختي انا 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 المعكرونه ما 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 بتشبعني انا عن جد يمكن طيب. كتار هيك انا كثير عامله اكلات بس ايه. انه مثلا اللي على طول بعمله المعكرونه هيك قلت لك عليها بس عامله مثلا قبل مره كبسه طلعت بتجنن. يا سلام الرز بازاليا يا سلام. هذول اكلتين اللي مفضلين عندي ايه. فكثير بحبهم بحب اني اعملهم. بتعمليهم اوزي ولا بس رز بازاليا؟ لا ما جربت اوزي لسه لانه اساسا رقايه بهالبلد تحس. طب هل انت بتتذكري هون شو بنحط نحن؟ بالحشوه تبعها ايه بنحط فيه عالم بيحطوا فستق في عالم لا هلا كاكاو وسكر طبعا كلهم قد بعضهم ايه. كاكاو وسكر هلا يفضل سكر اسمر بس انه ما موجود اتس اوكي لانه هو بيعطي نفس النتيجه. وهون في عندي كمان قرفه وهيك حنبلش القرفه بلشت تفوح تفحفح. هلا شو لازم نعمل؟ رح نروح نحط الزبده بالميكروويف وارجع اسالك سؤال ثاني. هلا بالنسبه للسوشيال ميديا انت معتمده عليه كدخل مادي؟ صراحة لا معتمدة عليه بالدخل المادي ومعتمدة عليه بانه انا بدي اوصل للهدف اللي انا بدي اياه. اللي هو الهدفك شو هو؟ الهدف انه بدي ورجي الصبايا اللي مو قادرين مثلا ياخذوا خطوة انه هن يتحجبوا او انه حابين هن انه يتحجبوا بس خايفين انه المجتمع يقيدهم. فبدي ورجيهم لا انه انتم بتقدروا تكونوا ناجحين بتقدروا تكونوا حلوين بتقدروا تكونوا توصلوا لأهدافكم وتدرسوا وتعملوا اللي بدكم اياه. حبيت عن جد. هلا نحن اليوم واصلين لمرحله اللي عندنا كثير من المؤثرين محجبات عن جد هذا الشيء كثير حلو. نحن كنا قبل لأقول لك شغله انه معقول بلوجر ومحجبه كانوا يقولوها هي بس ليش مو بلوجر ومحجبه ومحترمه بنفس الوقت؟ تمام. يعني هي عم نعكس اخر شيء مجتمع شرقي. ليش انا اذا بدي اصير بلوجر والله انت محجبه لا بلالك يا هي القصه. انا عم شوف كثير بنات محجبات ثيابهم كثير عم تكون محتشمه وحتى نحن يعني انت ما تفكري انه نحن بنميل للبنت اللي يعني خلينا نحكيها انه نحن كثير بنميل للبنت اللي كثير بت اوفر من الاخر. ممكن انت مبسوطه بالشيء اللي انت عم تقدمي ولكن من وراك في ناس عم تقول لك لا انه مو هيك البلوجر. كل ما كان حدا عم يعطي محتوى احلى محترم اكثر عم ننبسط فيه اكثر. كل ما كان كمان طبيعي يعني في عالم هلا كل ما رقيتي اكثر كل ما كان صرقي لي. دابت عندي الزبده هاتي. طب هلا سؤال كنت عم بتقولي لي انه انا عندي هدف وصله اني الحجاب okay. فانت لما طلعتي على السوشيال ميديا انت كنتي محجبه ولا بعدين تحجبتي؟ لا متحجبه من انا وصغيره. قد ايه كان عمرك؟ يعني وقت تثبت على الحجاب وهيك يعني كنت فايته على الابتدائي. ابتدائي يعني قد ايه كان عمرك تقريبا؟ يعني شيء سابع وقت تثبت على الحجاب خلص. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله عليك يا جد. لا انا بحبه يعني حتى بيقولوا لي بتحبي يعني شكلك بدون حجاب ولا بالحجاب؟ ما شاء الله عن اهلك وعلى التربيه والاخلاق عن جد نورتينا والله يعني فعلا سهيلي. حبيت. طيب انت قديش حسيتي في بنات تاثروا من وراكي وتحجبوا؟ هلا اول شيء يعني تقريبا كم مثلا تحسي انه كم وحده بتبعت لك تقول لك انا تحجبت من وراكي فاطمه؟ هلا اول الشيء اللي انا كثير هلا الفتره مبسوطه فيه تفضل لانه مشان اذا هيك هلا هيك حاسه انه ما راح اخلص اذا على نفس اللي انا عم فكره. قلت لكم باستا ما حدا صدقني لك والله انا عزماتي كثير ف طيب يلا كملي لنا على البنات اللي هدول اللي كنا عم نحكي. هو اكثر شيء مبسوطه فيه انه في رفيقتي كثير مقربه الي كانت سبورت وهي كمان بلوجر وكمان كانت انه سبور يعني فقررت وحبت انه من ستايل المحجبات وهي قالت لي هي الفكره ايه؟ قالت لي انه انا حبيت انه ستايلك فقررت انه اتحجب ايه؟ فهذا الشيء كثير مأثر فيني هي الفتره. بعدها في صبايا حتى قبل وبعد يعني بعثوا لي انه انا حابه كثير انه اتحجب ساعديني بهالخطوه. في صبايا ايه؟ بيقولوا لي انا ما عم اعرف اتحجب مزبوط انه انا حابه انه اتحجب مزبوط بس انت بدي تساعديني.
ايه فانه مثلا انا صرت اقول لهم انه انا معك صح عمري بس انا تشجعت معي ايه تمام ايه فانه حسيت انه لا انا مأسرة يعني صح حتى عم يسالوني انه وانت مو بس مأسرة على فكره انت عن جد عم تكسبي ثواب والله يعني صح ما عرفتي حاسه فيه صح ما عرفتي ترقي لي اياها كملي لضيفك الشغله كملي يلا كيف بلشتي باعلانات فافا صحي شو بضيفك اول شيء في عندي ايس تي ثلاث انواع عندي ليمون وعندي درائن وعندي اناناس وفي عندي كافينيلا خلص اللي بدك يا عزوز لا انت اماني بالله شو ايس تي ولا كافينيلا ايس تي على شو درا خلص هاي على درا وانا والله حاشرب معاكي كمان بلش كيف بلشتي بي 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 بالاعلانات انت كنتي عم تقولي اني انا فايته عندي شيء معين بدي احكي فيه صح يعني ما شاء الله عليكي يعني شيء كثير مهم اللي انت حكيتي وعن جد كثير انبسطت انه لسه في هيك صبايا يعني عن جد برافو عليكي طيب كيف فتي بعدين عن طريق الاعلانات وتجوعينا ايه هلا اول شيء مو قلت لك انه صاروا يقولوا لي انه من وين ثيابك من وين شو بتعملي من وين بتجيبي من وين بتروحي كيف بنلاقي مثلا شيء معين من الجينزات وقت البس يقولوا لي من وين جبتيهم كذا فانت اكتشفتي انه عم تعملي اعلانات لناس هن اساسا ايوه تماما هن صاروا يقولوا لي انه بتعملي اعلانات رقي لي قلي بتعملي اعلانات كذا قول لهم انه ايه ما عندي مشكله اول شيء طبعا بتعرفي انه كان هذا الشيء ما له مادي صح بعدين وقت كبر حسابي ولقيت انه لا انا صراحه عم اتعب على الاعلان صح مزبوط يعني حتى هلا طب بعد قديش صرتي بلشتي تاخدي يعني بعدين بعد قد ايه تقريبا وقت بلشتي بالقصه يعني تقريبا بعد نص الفتره نص صراحة. الفتره ايه ايه خلص مسامحتكم فاطمه باللي مرق كانت تجربه لها بعدين خلص لهون وبس خلص. لازم نستفيد كمان عن جد هن بيفكروا انه خلص وحده طلعت عملت ستوري وخاصه عن جد بده وقت وبده جهد بده وقت خصوصا الريلز الريلز كثير بياخذ وقت فعلا انا احيانا بياخذ معي اسبوع انت فاطمه بياخذ اسبوع حسب هلا اذا صراحه تفضل بس اشوف سماكه لسه ممكن ارقى كمان نتفضيلي معاكي اوكي هلا اذا اكل فلا بوقتها يعني انه اذا اكل بوقتها شوفوا اخر ريل لها لفاطمه كنت نايمه متلفيت سندويشه كله اكل يعني هلا صاير اكثر شيء عم يحبوا الاكل فالمهم وقتها اعمل لمطعم لا يعني الحمد لله سريعه بالقصص اي برافو اذا شيء ثاني مثلا مثل لفه حجاب تصوير ثياب كذا لا بده يوم تصوير ثياب بحس انا بياخذ وقت اي تصوير ثياب لا الحمد لله يعني انا اذا طبخه بتصدقي انه بتاخذ معي كثير وقت كثير مونتاجها كثير بياخذ وقت اي والله هلا بدي اسالك انت بتساعدي امك ولا بتضلي على الموبايل عزمه وعد لك امك شايفتك ها صراحه ما بساعده ها شوفي الصراحه لقلك لا لانه هي مسامحتني يعني هي قالت لي انه انا مقدره شغلك وطبعا في هيك كنت اقول لك بتقاضيني عرفتي لانه انت اعملي هيك سوي لي هيك وانا سامحتك بهي القصه خلص تمام هلا ليكي شو رح نعمل بدي احاول شوي اخذ شكل مربع اوكي ليك هي هيك شان ثاني مره تساعدي اختي نوجه لها تحيه لاختك شو اسمها ايا شوفي عم علم لك اياها لاختك شان هي ثاني مره تساعدك بالسينامون هلا السينامون هيك طبعا هدول كمان بيطلعوا كم سينامون انا صغيره صحيح أوكي. انا وياكي على شرط او على هي اسمها سينابون ولا سينامون لانه كل مره بيقولوا لي مو هيك اسمه هلا هدول بيطلعوا على الانستغرام هلا هي على بالانجلش هي سينامون يا عيني والفكره انه ليش قالوا سينابون تخفيفا يعني نحن اللغه في كثير شغلات بنقولها لا بالباء مثلا تكون غير يعني غير حرف فنحن لا بنخففها الاسهل يعني كل شوام هيك بخففوا بحكيهم لازم نحن نغير لازم ايه لازم يعني نحط اللمسه تبعها سيفته للرقم سيفته هي خلاص هلا ليكي شو دهنا هون زبده طبعا وقت بتكون الزبده حيوانيه عن جد تكون أطياب هلا لحقيم وبدك تدهني كل الأطراف تقريبا أوكي. طبعا أنا هون الخليط كتير سهلة لاحظتوا قديش سهلة عن جد أنا بناتي إذا قالوا لي عمليها كتير بتطلع لذيذة هلا لحقيم وبلش رش من الخليط هون أوكي. نجيب هاي معلقة تفضلي ورجينا فافا يا بتكملي أو لا تمام هلا إذا إجاكي إعلان إيه مستحيل مثلا خلينا نقول شغلة أنت مستحيل تحطيها بتمك إيه أكلي مستحيل تمام أو بمطعم تمام وقال لك يا فاطمه اذا عملتي لي اعلان بدي اعطيكي 10 مليون ليره سوري سهله كثير باخذ معي رفقاتي هنا بياكلوا وانا بعمل له الاعلان حبيت
حبيت انا ما باكل السمك. اوكي ممكن تسوقي لشيء انت مانك مقتنعه فيه لانه نحن من وراك ممكن نروح. لا لا هلا اذا اكل انه انا ما حيكونوا معي يعني انه رفقاتي اهلي بس اذا الاكله هي اساسا اكله للمطعم ابدا سيء. ما بتتاكل. فكرت اكله لانه انا مثلا شو خطر لي سمك مثلا. انا السمك ما باكله تمام بس رفقاتي مثلا بياكلوه العالم بياكلوه. بس شو دخلت رف الطاوله فاطمة؟ هاد الله يرضى عليكي. هات يلا خلينا نبلش بالصوص أنا وياكي. أوكي. تمام هلأ بدك تجيبي لنا الخلاط من بعد إذنك الإبريقة. هات حفك لك يا أنا. سكتي أنا أول ما أجيت له ما كنت أعرفك وأنت لا في له حركة. خلاص لا وأنا عم أربو ايه. هلأ هون حطي لي من بعد إذنك نص علبة من جبنة هوا الشام هاي الكريمية تمام. أوكي. مع معلقتين من السكر بكون أنا دوبت لك الزبدة وعلى الخلاط وبكون أنا لفيتهم لهاد. أوكي تمام هيك 30 ثانيه بكفي. حطي لي بس 200 جرام هي 400 جرام. هلا رح نقيم انا وياكم ونلف هي بهذا الشكل تمام. طبعا بدنا نحط كمان بقلبها نسينا شويه جوز. طبعا فيكم كمان تحطوا لوز كمان بيطلع طيب بس هي اصولها بالجوز والقرفه والسكر والكاكاو بهذا الشكل. وانتم بتحبوا النكهه مثلا انتم زياده بتحبوا نكهتها. في ناس هلا من جديد عم تعملها كمان فيكم تعملوها بالشوكولا مثلا اذا ما حبيتوا. انا بناتي احيانا بدهنلهم اياها بالشوكولا وبقصها بهذا الشكل. وين صرتي؟ حطيت السكر. قد ايه حطيتي؟ نص علبه. وكم معلقه سكر؟ معلقتين. طب كمان حنزيدهم. معش تجيبي لي بس من بعد اذنك الزبده من الميكروويف. هلا رح نقيم. شوفوا هلا رح نلفها شوفوا مثل الصندوشة زيت وزعتر هيك. يا سلام شوفي 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 المنظر يا فاطمه. طبعا هلا السينمون بس هلا هو وقت ما بياخذ بس أوكي. لازم تريحي العجينه يعني حتى بعد ما بتقرصيها هلا لازم نريحها. هلا بنجيب الخيط بقى حطيهم مع بعضهم وحطيهم على نشغل خلاط وانا حبلش اقطع وبكون هيك تقريبا اكلتنا شبه جاهزه. هاتي لركب لك كم بعد فاطمه. فاطمة اكيد بتساعدي امك بالمطبخ. ما بتساعدي؟ والله ما بساعدها. خلص اعترفت انا. طب اذا قلتي لها لامك راسي عم يجعني ايدي عم يجعوني شو بتقلي؟ من الموبايل ولا لا؟ طبعا لا خلص كثير بس مو لالي مو لالي بتقولها لمين؟ ولا لاختي. ليه؟ لانه خلص يعني هي معاقبتها لإلها انا عذرتني وعندي شغل. يا سلام شفتوا شفتوا التمييز العنصري. يلا هلا حنشغل وشوفوا انا كيف حانزل بالخيط وصير اقطع السينمون. يلا قبل بدنا نحط بس نقطة حليب معه. أوكي. يلا أنا حبلش بس حطيهم بعد إذنك. حطينا بس نقطة حليب بس شوي. كون هيك. ليكو هلا أنا بدي أنزل بالخيط من تحت هيك بهذا الشكل. هيك. من تحت. أيوة يعني عليك بقطعه. أنا كنت أقول إنه كيف يقطعوه. شوف شلون بتطلع معي بهذا الشكل. هلا بنقيمه وبنصفه بالبيركس. هلا أنا أول قطعة الثانية هيك بنزل. يا سلام شوفوا 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 هالمنظر ليك كيف بيطلعوا. وكل ما ريحتي للعجينه بعد ما تساويها بيمشي الحال. ما تشغلنا الخلاط طب ما جيب لي فاطمه كي اذا ما اجي لساعدك تمام مش الحال طور بتاعي. يلا قوي قوي اعطيني البيركس. ليش طفيتي الخلاط؟ برابطهم مع بعض. هي تبع ما بشتغل الا ما طفي الاغاني. تمام اي خلص ممتاز. وهيك صار عندنا الصوص تبع السينمون جاهز. هلا قيم ونصف ساعديني بالصف. هلا هيك تقريبا اكلتنا مثل ما انتم شايفين صارت جاهزه. هلا ما سالتيني ليش انا بقطع بالخيط مو بالسكينه مثلا؟ لانه اذا نزلتي بالسكينه بدك تضطري تطلعي فيها. لما بدك تطلعي فيها شو بيكون صار؟ هاتي ورجيكي كيف وحده ممكن تشتر معك العجينه رح تميل ما رح يطلع غير هيك. هلا انا بدي انزل بالسكينه تمام بدي ارجع اطلع بدها تشتر شوي ما بتعطيني الدائري شفتي وبدقوا. اما بالخيط بتضل محافظه على شكلها. لو طلعت بدها مجهود. يا سلام وهي وحده وهي كمان وحده ثانيه. يا سلام واو 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 خالصين. وخلصت طبختنا اكلتنا لليوم اكلتنا حلوة. ما ضل حلو ايوه وما ضل غير تروحوا فاصل صغير وترجعوا لعندي بعد شوي لحتى نشوف كيف رح بيطلع معي السينمون من الفرن. طبعا بدي احطه على حراره من 180 لمده نص ساعه.
ورجعنا عن جديد مع صينية السينمون يلي عملتها بصراحة قبل بوقت. لقلك ليش يا فافا، هلا كنت عم لك عليها هاي المعلومة. السينمون شايفينهم مثلا هدول هلا بيتغلفوا وكمان بيتريحوا ساعة تانية، ترجعي عليهم بعدين يعني بتفوتين على الفرن، ولازم نخلي يا عيني عليكي لازم نخلي هدول الفراغات لأنه هلا حترجع كمان تنفش، فرح تعطينا الشكل الثاني. بس شفتيها شلون سهلة لذيذة بسيطة، شفتيها قد تكون هيك صغيرة كيوت، بعدين تقوم تقطعها. هي عكس السبانخ، السبانخ هالقد بيكونوا بصيروا هالقد، لا السينمون بالعكس هالقدهم وهم بصيروا هالقد. مثل انا والله كنت هالقد هيك نحيفة يعني يا دوب 60 كيلو. هلا خليني ساكتة. شوفوا هي ما احلى، شفتي ما احلى صارت. هلا رح اقيم وعبي لك. هلا اكيد عم يسالوا مين اللي اكل هدول، ما قدرت قاوم سبقتك انا. صحتين. هلا انت حتعطيني رايك بالسينمون، هيك سخنه مثل النار. طبعا الصوص عندنا كمان طلع جاهز، بس ضفت له للامانه شوي من حليب هوا الشام نتفه عشان يعني انتم تشوفوا القوام اللي انتم بدكم اياه. هلا رح نقيم ونضيف. ما عليه تشربي لنا من هالعصير بس تعطينا رايك فيه. شوفوا كمان حقيم وحط. طبعا انا حاطه عليه كمان قبل الشوي. هلا هي عن جد صحه وهنا. هلا هي الي وهي الي. ليش بدلت يا حزري؟ ليه؟ هيك طلع هيك شكلها تمام، لانه بيكون ماسك شوي الصوص. بس كمان حندعمك بشوي جوز. اسملك اياها، حاحط لك شوي جوز. انا حاكل منها لك، ما حاكل بس اسملك اياها. بتحبي؟ والله باكل انا معك. بس ليك هلا بدي اطلب منك طلب. اول شيء بدي اسالك سؤال، انت دغري بتجاوبيني. نوم ولا اكل؟ اكل. يعني مشوار ولا اكل؟ مشوار. اعلان ولا اكل؟ اثنين في اكل. ما انت بدك تاكلي هلا. طيب هلا بدك تعتبري كانه انت جاي لعندي وانا عندي محل سينمون، بدك تعملي لي اعلان لهالسينمون. ايه فالك هي عندك الكاميرا، دوقي لشوف ورجينا حتشهيهم ولا لا. هلا هو اكثر شيء اللي بيعطي الاعلان هيك روح هو التصوير. ايه اوكي خلص انا هيك اعلان انا صورت. خلصتي؟ في حدا عم بيصورك هلا؟ تمام. طيب يلا اول شيء حقسمها هيك، وطبعا بتجي الكاميرا هيك مشان من النص. يا سلام عندها. اوكي ايه مشان ورجي اللي جوا. ايه تمام بعدين يلا اشتهيت اماني والله هيك شيء اماني كثير طيبه اطيب من اللي بتعملها اختي. منوجه تحيه لايا، كان اسمها آية ما دماسيت. شفتي يا ايا؟ شفتي مشان ما بقى تعملي لها سينمون بالبيت. لا عم نمزح، الله يخليكم لبعض. عن جد صحه وهنا، كثير انبسطت فيكي فاطمه اليوم. ما عرف بس تعطي كلمه ختاميه هيك نصيحه للصبايا يلي مثل ما انت قلتي مبسوطه انه انت عم تاثري بكثير بنات. طيب هلا هن عم يشوفوكي كلياتهم، اعطيهم هيك نصيحه مباشره دايركت لكل حدا عم بيتابعك. اوكي هلا اول شيء بدي اقول لكم انه كونوا طبيعيين. اي حدا بيجي بيسالني انه بدي فوت بمجال السوشيال ميديا او الفاشن او اي شيء، كونوا طبيعيين ولا تخلوا السوشيال ميديا تغيركم. هي اهم فكره عن جد، وقبلوا حالكم مثل ما انتم، كونوا طبيعيين. جمالكم هو الصح. تغيروا اي شيء. انا عندي قاعده دائما بقولها، ما في انسان ما في عنده شيء حلو أبداً. ما في انسان رب العالمين خلقه الا وعنده شيء حلو. صح. فهذا الشيء حلو دائما استثمروا لحتى يصير احلى واحلى. كثير انبسطت فيكي فاطمه، شكرا لك. وما ضل غير تشوفونا بحلقه جديده من برنامج شيفت وهاما مع اكله جديده وطبخه جديده وجو مثل ما انتم شايفين حلو كثير كثير. اما هلا بختام برنامجي حابه اترك بصمه حلوه عند كل حدا تابع هالبرنامج وقول له بتاخذنا الحياه بجولاتنا للناضل بالدفاع عن انفسنا، ونسال حالنا يوم ورا يوم شو هو الرصيد اللي جمعناه لتطلع حكايه الفصول الاربعه. هالحكاية هي عبارة عن تعب وانكسار وحرمان وبكي وكثير من الزعل لنوصل بيوم من الأيام لمكان نهنئ حالنا فيه، ونثبت لكل حدا ما آمن فينا أنه نحن قادرين وقادرين ورح نوصل لكل شيء بدنا إياه. والأحلام بالأخير خلقت لتتحقق. مني أنا شيفت وهاما ومن هوا الشام وقناة سما الفضائية، تبقوا بألف خير وانطرونا بأعمال تانية. بس بدي أتشكر من كل قلبي البروديوسر اللي كان واقف معي على طول علاء عيسى، المكيرة الرائعة بكل التفاصيل هي المكيرة بنان عبدالله، والشعر واللمسات السحرية بكل موديل عمر شمس الدين، وأكيد للمخرج الكبير والعظيم مازن كيلارجي. بشوفكن مرة تانية، باي باي.